الريادة الحقيقية إن العالم الإسلامي يلاقيك مسخر إمكانياتك لنصرته، يلاقيك بتنتج حضارة. على فكرة يا تركي، كان عندنا سوري عظيم اسمه مصطفى العقاد، راجل عظيم قوي، عمل فيلمين بس غزا بيهم الدنيا، الرسالة عن قصة حمزة بن عبد المطلب وجاب فيه أنتوني كوين، وعمل فيلم عمر المختار عن البطل الليبي عمر المختار وجاب برضو أنتوني كوين وإيرين باباس، والفيلمين دول حتى الآن علامة في تاريخ السينما، علامة. المسألة مش الفلوس، الفلوس مع التيوس، مش بالفلوس هتعمل لنفسك قيمة. احنا كان ممكن نلاقيك بتنتج حضارة بجد مش بتشتريها، نلاقيك بجد بتتكلم في قضايانا بجد. مش هقولك حارب يا تركي او سلمان، ولا هقولك اجمع تبرعات، لكن على الاقل كنت تسيب الناس تعبر عن تضامنها. ولو عايز تعمل فيلم رعب مع مخرج فيلم سودا، كان ممكن تعمل فيلم عن مقتل جمال خاشقجي في سفارتنا في اسطنبول، ده فيلم رعب فظيع، ده فيلم وعلى فكرة كان هيسجل في تاريخ السينما العالمية. ازاي كتيبة طبيب شرعي على واحد من المخابرات على يسافروا من بلد لبلد عشان ينزلوا اسطنبول، وازاي استدرجوا جمال خاشقجي من بلد لبلد عشان يدخلوه، وازاي لم تظهر الجثة حتى الآن، ده فيلم لوحده يا بيه. وازاي الراجل دخل والمزيكا اشتغلت، لأن الأخصائي الشرعي بتاعكم العالمي بحب يشتغل غير على موسيقى سيمفوني، وازاي اتحط على راسه كيس واتحقن، ثم ازاي تم تقطيع الجثة، ثم ازاي تم إذابتها، وازاي خرج فريق القتلة ده زي الحلاوة. ده فيلم، لو عايز تعمل فيلم بقى بجد اعمل كده، مش تقول لي يا تشيلو. لو عايز تعمل بجد عيش احساس الناس بجد، عبر عن تضامن الناس معاك او معاهم في قضاياهم. على الاقل طلبناك هنا انك توقف حفلات البوليفارد لنهاية الحرب بتاع غزة. الاطفال والستات والكبار في السن بيتقتلوا وبيتجوعوا وبيتبهدلوا، وحضرتك مش عايز توقف الحفلات، وطلعوا لنا الفلاسفه عشان يقول لك دي نقره ودي نقره. طب اديك عملتها النهارده اهو بعد وفاه المغفور له الامير نواف الصباح امير دوله الكويت، وقفت حفله ماجد المهندس بسبب اهو تاجيل حفل ماجد المهندس في موسم الرياض. ليه؟ تضامنا مع الكويت في وفاه امير دوله الكويت الامير نواف. محترم، موقف محترم. وقلنا لك قبل كده ان بلادنا المتخلفة لما الشارع يكون فيه فرح وتحصل فيه عزة او مشكلة بنوقف الفرح ونلم الدكك، ايوة الدكك بتاعتنا الفقيرة دي، ونلم الصوان احتراما للجار ايا كانت ديانة الجار، لانه جارنا وما يصحش نعمل فرح والبيت اللي جنبنا فيه حزن. وده اللي عملته السعودية دلوقتي، وقفت الحفلات دي تضامنا مع الكويت في وفاة أمير الرياض. وده اللي أنا قلته لك قبل كده، إن السعودية كان ممكن توقف موسم الرياض عشان خاطر أهلنا في غزة، لكن السعودية رفضت. وقلت لك إنه لو أمير أو الملك سلمان نفسه مات ما كنتش هتوقف الحفلات، وتحديتك هنا أنت وعمر أديب، والفيديو هو محمد سلام هيروح ببلاش وعلى حسابه وهو فن، انما يروح يهزر وينكت ويعمل افهات، هو شاف ان ده ما يصحش دلوقتي. زي كده لو طب سلمان طب ساكت دلوقتي وهو قاعد، هتوقفوا كل الحفلات دي كلها هتوقف، فبلاش دجل. هو ده بقى الاعلام المنافق. بس ده كان كلامي يا عمرو، ده كان كلامي يا بتوع موسم الرياض، انه يا جماعه اذا مات واحد ملك عندكم او امير هتوقفوا الحفلات. طب ما توقفوها عشان الاف البشر اللي بتموت، وقفوها عشان تعملوا نفسكم بني ادمين، وقفوها لان عندكم دم بيجري في عروقكم ودم عربي. الخلاصه يا حضرات، الفلوس ممكن تشتري امكانيات لا حد لها،
لكن ما تشتريش المكانة، الفلوس ما تصنعش أصل، ما تعملش ريادة، والتاريخ والحضارة والمواقف والجدعنة هي الأهم بكتير جدا من أي ماتش أو أي حفلة. وأنا دايما بقول أهو، بحترم الجميع، سعوديين وإماراتيين، الكل دول لهم منا كل الاحترام، لكن الحقيقة برضو أهالينا في غزة ليهم كل احترام، على الأقل كنا عبرنا عن ده. ولازم تعرف يا تركي أنت ووليد الفراج إن مصر كبيرة قوي، مصر اللي أنت لخصتها في طعمية علمت الدنيا، إحنا علمنا العالم الرياضة، إحنا علمنا عالم العمارة، إحنا علمنا الدنيا كلها يا ريت، مش طعمية. وفلوسك مهما كانت فلوسك مش تعمل فيك حاجة، مش تخلي حد عنده قيمة يحترمك.